اليوم محكمة الجنايات المركزية تحاكم 28 متهم بجريمة اشتراكهم في بجريمة سبايكر واللي راح ضحيتها أكثر من 1700 ضحية. اليوم المحاكمة أمام موساة الإعلام والجمهور وذوي المجني عليهم. طالب اعدامهم ذولي الخونه الظلام، ليش مو اسلام؟ انتم مو اسلام ليش؟ ليش شنو ذا اللي بهاي الشباب؟ كامل تقديم تعويض؟ لا لا ما بيجي.